العام سيدي واحد تلميذ مبواق دخل باش يدوز امتحان في مادة التاريخ، وهو سول الأستاذ قال لي قول لي انتايا شنو هما الأحداث اللي وقعوا في الحرب العالمية الأولى. جاوبوا ديك المبوق قال لي اش غادي نقول لك يا أستاذ، والله ما نكذب عليك راه كانت الغبرة بزاف ما شفت والو. هادي نعمة سيدي واحد المرأة كانت جالسة مع صاحبتها وخدامة كتعاود ليها شي أسرار، واحد شوية وهي تقول ليها واش عرفتي بعدا علاش أنا كنعاود لك هاد الأسرار كاملين؟ قالت ليها أييه راني عارفة حيت راكي كتيقي فيا. ردت عليها العفيريتة الأخرى في البلاصة وقالت ليها لا ماشي هكاك، ماشي كنتيق فيك حيت عارفاكي كتوصلي الهضره، وقلت نعطيك ما تدي معاك حيت هاد الناس اللي كنهضر فيهم دابا بغيت الهضره ديالي توصلهم. باب 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 قصف جوي بحري بري. هذا نعم سيدي واحد البخيل سكران ما علينا، باه مسكين مات وهو يبكي عليه غير بعين وحدة. أتبارك الله عليه بكي الاقتصاد صافي. إلا شفتي مراتك طالع عليها الدم ومقلقة وما كتهدرش معك بدون سبب، أعرف أنها دابزت معك في مخها الداخل والقصة كبرات غير ما يحضر السلام وصافي. الأجنبي نعم سيدي إلا مشى يخطب شي بنت ورفضاتو كيتعقد شي عامين وهو داخل في اكتئاب وما كاين غير الشراب والنعاس في الزنقة. أما نعم سيدي كنعرف واحد الشعب